إيه الصراع التاني الأكبر في حياتك بعد صراعك مع الأقدار؟ صراعك مع نفسك ولا مع المحيطين؟ لا مع نفسي. مع نفسك. عنديش صراع مع المحيطين، ما عنديش عداوة مع حد، خلي بالك. مش عداوة، لا ممكن أنت من ناحيتك يبقى مفيش. هما براحتهم. في صراعات فنية، في صراعات مع النقاد، في حياة لا تخلو من الصراع. أنت عمرك شفتيلي إن أنا طلعت رديت على حد هجمني؟ لا. صح؟ هو انت ما انا بقول لك ممكن من ناحيتك انت مفيش صراع. طب خلاص، ما هو ده، ما انا مش مدور صراع ناحيتي يبقى مفيش صراع. هو مدور صراع في دماغه، هو يعني ربنا يعني ربنا معاه بقى. لكن المهم انا انت مدور عركه في دماغك عليا، براحتك حارب طواحين الهوا بقى. اكبر صراع عشته مع نفسك يا عودي كان ايه؟ صراع مع نفسي اي حاجه بيبقى فيها جدل، انا صح ولا غلط؟ هو ده اللي انا كنت صح ولا انا مش عارف ايه، انا ظلمت ولا اتظلمت، انا عملت ولا ما عملتش، فاهم؟ هو ده اللي زرع مع مراجعتك لنفسك. مراجعتي لنفسي.